السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم من جديد في هذا الموضوع الجديد. إذا الحلقة ديال اليوم غادي نخصصوها لكيفية تشغيل مجموعة من الأجهزة ديال اللي كتشتغل بالبلوتوث على أجهزة السمارت تي في. غادي نشغلوها الكثير من الأشخاص لأنهم وجدوا صعوبة في كيفية شبك هذه الأجهزة السمارت تي في. إلا كنتي كتمتلك أخي أختي مثل هذا الإيرفون أو لا مثل هاد السماعات اللي كيشتغلوا بالبلوتوث، أو لا إلا بغيتي تشغل جهاز ديال السمارت تي في ديالك بحال الحاسوب، كنتي كتمتلك مثل هاد لوحات المفاتيح اللي كتشتغل بالكلي يو اس بي اللي هو ديال البلوتوث مع لاسوري ديال أو الفأرة. إذا لا بغيتي تشغل هادشي كامل فقط بالبلوتوث على جهاز سمارت تي في، بقى معايا سهل مهل، نلتقي بعد قليل. غادي نبداو بلوحه المفاتيح وكذلك الفأرة. اذا هادو هما البدايه ديال الاشتغال ديالنا. اذا وضعنا، سبق لي وضعت داك اليو اس بي ديال البلوتوث وراء الشاشه. هذه هي العمليه الاولى اللي خصكم ديروا. اذا ننطلق على بركه الله وببساطه سيشتغل معنا. اذا غادي نتوجهوا للمتصفح ديالنا ديال الانترنت وغادي تشوفوا العمليه هي سهله للغايه. اذا كما كيظهر امامنا المتصفح كيظهر، دابا كنحرك الفاره بطريقه سهله جدا، كنتحكم في المتصفح ديالي كيفما اريد. اذا هذه هي، اذا دابا الا بغينا هذا نوضعوا الفاره فقط ونبداو بالكتابه. لقينا بحث مثلا عن تويتر، كنكتبوا تت وكتظهر امامنا وكنمشيو بالفاره وكنبحثوا وكما كتشاهدوا امامكم. اذا العمليه هي بسيطه جدا. هذا السهم اللي كتشوفوه قبالتكم هو ديال لاسوري، هي العمليه. ولا بغينا نشدو المتصفح ديالنا نشدوه بطريقه من هنا من الاعلى كما كتشاهدوا. اذا الطريقه هي بسيطه جدا. بالنسبه للاعدادات غادي نغلقوا دابا المتصفح. بالنسبه للاعدادات كما كتشاهدوا غلقوا المتصفح. الاعدادات هي بسيطه جدا، كذلك بالنسبه للاعدادات ديال اللغه اللي كتتجهوا مباشره بالريموت كنترول ديال التلفاز، البارامتر، ثم توجه الى جينيرال، ثم الى جيستيونير دو بيريفيريك اكسترن الى هذه الخاصيه جيستيونير دو بيريفيريك. اذا كما كتشوفوا على انه لا ليست دو بيريفيريك بلوتوث، يعني اللائحه ديال الاجهزه ديال البلوتوث. وكتشاهدوا من الاسفل كنشاهدوا بارامتر دو كلافي، يعني هنايا الاعدادات ديال الكلافي اللي خدمنا به دابا على حسب اللغه. انا ما عنديش العربيه، ولكن اللي بغى اللي عنده العربيه يمكن له يدخلها من هذه لوبسيون هذه. انا غادي نكتفي فقط بالفرنسيه، هذه اللغه ديالو. وكذلك التيب ديال الكلافي كما الاعدادات اللي كتتم في الحاسوب. اذا هذه هي باختصار تشغيل لوحه المفاتيح ديال الحاسوب وكذلك الفأرة لاسوري على جهاز سمارت تي في. اذا نتوجه بعد قليل لشرح طريقه مختلفه ديال توصيل الاجهزه ديال الكاسك ديال البلوتوث ولا الايرفون ديال البلوتوث اللي غادي نوريكم طريقه هي مختلفه جدا، والكثير من الناس ما كيعرفش كيفاش يشغلهم. غادي نوريها لكم، بقاو معايا نلتقي بعد قليل. اذا اصدقائي مرحبا بكم مره اخرى. كما شاهدنا في الجزء الاول ديال هذا الفيديو، هذا هو كيفيه تشغيل لوحه ديال المفاتيح وكذلك لاسوري ديال الحاسوب على جهاز ديال سمارت تي في بطريقه هي مختلفه عن التشغيل ديال الكاسك بلوتوث او لا الايرفون كما هادو كما كتشاهدوهم امامكم. هادو جداد اللي ولاو كيستعملوهم الشباب والشابات، هادو هما. اذا الطريقه ديالهم مختلفه على التشغيل ديال
الكلافي ولا لا سوري، هي طريقه شويه هي سهله، ولكن خص الانسان كيفاش يعرف كيفاش يصوبها. انا اللي نوريها لكم دابا كيفاش شغلهم، كيفاش انهم يظهروا معكم على اجهزه سمارت تي في، يعني اجهزه التلفاز الذكي. اذا بقاو معايا، غادي نوريكم دابا كيفاش انه تدخلوا المنيو ونشرح لكم بالتفصيل. اذا اصدقائي الكرام، مره اخرى نلتقي. اذا قلت انه في البدايه يجب تشغيل هذا الايرفون، اذا خصنا نشعلوهم، اذا نقوم بالتشغيل ديالهم ونخدموا شي فيديو ولا شي حاجه. انا شغلت امامكم مقطع من الفيديو، وغادي كاين هناك جوج ديال الطرق ديال الشبك ديالهم باش انه تسمع الصوت ديال الجهاز ديال سمارت تي في، تسمع عندك في السماعات ديال البلوتوث. اذا نطلق الفيديو وغادي نشوفه، غادي نتوجهوا بالمنيو ديال الريموت كنترول وغادي توجهوا مباشره للبارامتر، وغادي تظهر قبلتنا هذه القائمه هذه، تظهر بالضبط هذا هوت بارلو تي في سون سورتي سون. اذا هنايا غادي نضغط الاعلى، غادي تظهر عندي ليست دي هوت بارلور، غادي نضغط عليها وغادي يقوم العمليه ديال الريشيرش. كما كتشوفوا انه ظهر يعني امامكم بسرعه مدهشه ديك الفي 11 هما لي السماعات ديالي. غادي نضغط نيسيسيت اسوسي، يعني الربط بين الاجهزه. اذا كنضغط وغادي تشوفوا لا كونيكسيون هي راه وتم بالضبط ديال الكونيكسيون مع السماعات ديال بلوتوث. هي طريقه بسيطه جدا وسهله للغايه. كاين هاد العمليه هذه هي اللي بسيطه، ولا كنتوجهوا مباشره نضغطوا على بارامتر وكنتوجهوا، ما كنتوجهوش لهذا الليست. كاين اللي كيتوجه لهاد البلاصه هذه، هاد البلاصه هذه كيمشي لهاد البلاصه وكيدخل هنا كيقول بانه نوجد. لا، ما توجهش لهاد البلاصه هذه خاطئه. غادي توجه للصون بالضبط، للصون. ركزوا معايا، غادي نضغط على الصون وغادي نجبر هنايا السورتي دو صون، يعني غادي نجبرو في 11 وانا غادي نغيرها للهوت بارلو، غادي نجبرو ديال التلفازه. اذا هنايا ديال التلفازه غادي نغير، وغادي نخدم التلفازه هذا هي اللي تشتغل معايا انطلاقا من هذا السبب هذا كما كتسمع. ولا بغيت نشغل على السماعات غادي نضغط على السماعات ديال البلوتوث. اذا هذه هي الطريقه باختصار، الطريقه الصحيحه اللي ما جبرش شي واحد شارحها بهذه الطريقه هذه. ويعني نتمنى على انني نكون ساهمت بقسط ولو بسيط جدا باش نوريكم التقنيه اللي بسيطه جدا، والكثير جبر فيها صعوبه كيفاش يشبك مجموعه ديال الاجهزه ديالو، مجموعه ديال السماعات ديال اللي كتشتغل بالبلوتوث على شاشات ديال سمارت تي في. اذا نتمنى ان الشرح ديالي يكون فادكم. ما تنساوناش بالضغط على زر الاعجاب، وكذلك ما تنساوناش بالاشتراك في القناه باش توصلوا بكل جديد. اذا حتى هنا استودعكم الله، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.